بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. لقاء جديد متجدد إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أخواتي الفاضلات وإخواني الأعزاء أن يجمعنا الله عز وجل عند الحوض. كلمة اليوم 11 من رمضان المبارك إن شاء الله عنوانها نفذ صبري. نفذ صبري، أحيانا نشعر أن طاقتنا من الصبر قد نفذت، وكأن النفس تقول للصبر حدود، وأننا ما عدنا نتحمل. فعندها أخي العزيز أختي الفاضلة تذكر قول المؤمنين من مع طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. قل هذه، ادعو بهذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وتذكر سحرة فرعون لما أراد فرعون البطش بهم، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وتذكر كذلك أن جنود طالوت وصلوا إلى قمة الابتلاء، فقد قالوا قبل هذا الدعاء: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وفرعون قال للسحرة: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. تخيل هذا الابتلاء، ضع نفسك مع جنود طالوت، وضع نفسك مع السحرة وفرعون أمامك، وادعو بهذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أو ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. تخيل نفسك مع قوم سيدنا موسى عليه السلام، وقد قرر فرعون تقتيل الأبناء واستحياء النساء. تخيل نفسك مع القوم وموسى يناديهم: استعينوا بالله واصبروا. تخيل هذا النداء، نداء موسى لك: استعن بالله واصبر، استعينوا بالله واصبروا. قل هذا الدعاء الذي ورد عن سيدنا آدم بعد أن أصيب بأعظم مصيبة، وهي فقده الجنة: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي، فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، وخاصة هذا الجزء من الدعاء: ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام. ما أجمل هذا الدعاء. هل تريد أن يفرغ الله عليك صلوات ورحمة وهداية كما وعد في كتابه؟ فقل عند ضعفك وعند فراغ صبرك: إن لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وقد طرد من الطائف، وادعو بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتب حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وردد مع سيدنا يعقوب وقد أصيب بمصيبته بفقد ابنه يوسف، وقد قالها مرتين: فصبر جميل، فصبر جميل. نادي الله عز وجل باسمه الصبور، وقد قال الله في كتابه:
فاصبر وما صبرك إلا بالله. قل اللهم يا صبور صبرني على ما بلوتني وامتحنتني يا أرحم الراحمين. ردد مع سيدنا أيوب وقد بلغ به البلاء أشده، إني أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ردد مع سيدنا يونس وقد أحاطت به الظلمات في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم تذكر حتى تولد طاقة وصبرا، تذكر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بلغ هذه المرتبة بالصبر، أولو العزم من الرسل بلغوا العزم بالصبر، لابد من الصبر حتى تبلغ درجة العزم. وهكذا من أراد التشبه بالأنبياء عليه بالصبر. تذكر نداء الله لك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. تذكر أن الله يحبك لأنه ابتلاك ولأنك صبرت، والله يحب الصابرين. تذكر أن الله معك في هذا الابتلاء، قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. تذكر جزاء الصابرين: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وتخيل هذه البشرى التي تنتظرك على صبرك، وبشر الصابرين. بماذا؟ مفاجأة سارة لا ندري. وبشر الصابرين بشرى فقط، ما هي؟ إن شاء الله تكتشفها بعد ذلك. ولذلك قيل لما يرى أهل البلايا والأحزان والهموم جزاءهم في الدنيا يتمنون لو أنهم قرضوا بالمقاريض. واستمع لرسولك صلى الله عليه وسلم يقول لك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فهذا الابتلاء خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والدين صبر وشكر. تذكر أنك مبتلى لأنك تدخل في طائفة المؤمنين، وأن الله عز وجل أدخلك في هذه الطائفة بهذا الابتلاء. وقد قال الله تعالى: والإيمان والإسلام إسلام إيمان وإحسان. وقد قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بل يريد الله أن يدخلك في الصادقين، وإن شاء الله من الصديقين. فليعلمن الله الذين صدقوا. صبرك هذا من عزم الأمور. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأثبت واطلب الصبر من الله عز وجل. وتذكر سيدنا إبراهيم فقد صبر صغيرا وقد ألقي في النار. وتذكر ابتلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بفقد أبويه وهو صغير، ابتلي باليتم وهو ابتلاء شديد. ثم سيدنا إبراهيم يبتلى في كبره في آخر عمره وهو أحوج ما يكون إلى الولد، يبتلى بذبح ابنه ففداه الله بذبح عظيم. وهذا سيدنا يوسف صبر على السجن فأبدله الله بالسجن حكم مصر. وتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وشدة ابتلائه، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل سيدنا أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بل وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي لآخر لحظة، ابتلي بالسكرات وكان يوعك كما يوعك الرجلين، وقال: إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا نبينا حياته كلها صبر. ولك فيه أختي الفاضلة أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاصبروا فليس للصبر حدود،
ولا ينفذ الصبر، لأن الله عز وجل هو الصبور وهو الذي يفرغ الصبر. بارك الله فيكم، وإلى الغد إن شاء الله.